طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المواقع المحلية، والد أحد الأطفال الضحايا بصنعاء يتحدث عما حدث مع نجله. من الصحافة العربية، مبعوث الأمم المتحدة يتهم الحوثيين بإفشال الهدنة. ومن موقع الشرق الأوسط، تحويل أحد مقرات اتحاد نساء اليمن في إب إلى سكن خاص. أهلا بكم. غادرت أسرة الطفل إسماعيل محمد الخولاني 11 عاما منزلها متجهة إلى مستشفى الكويت الحكومي للحصول على جرعة من الدواء الكيميائي لابنها المصاب بمرض السرطان منذ 5 سنوات، وبعد لحظات على تلقي تلك الجرعة ومغادرة مبنى المستشفى عادت من منتصف الطريق، ولم تكن تعلم أن تلك العودة ستكون الأخيرة لها بصحبة طفلها حيا. هذه الحادثة هي مفتتح تقرير عن ضحايا الدواء. يعنون الموقع السم المعلب في قوارير الدواء، وتحقيق للموقع بوست يكشف جرعات الموت ومأساة أطفال السرطان في صنعاء. جرعة منتهية الصلاحية جرى تقديمها للطفل داخل المستشفى تسببت بوفاته خلال ساعات معدودة بعد أن كانت بوادر الشفاء تبدو عليه مع استخدام الجرعة المنتظمة خلال 5 سنوات، ولم يتبقى له سوى جرعتين فقط على الشفاء. هذا المشهد الحزين الذي عانته أسرة الطفل الخولاني وقع في العاصمة صنعاء، وتكرر مع عدة أسر في أفظع جريمة مروعة هزت اليمن ورحى ضحيتها 34 طفلا، توفي منهم 10 أطفال، ولا يزال 24 في غرف العناية المشددة. يحكي والد الطفل إسماعيل محمد الخولاني تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة نجله مع الحقنة المميتة التي تلقاها في مستشفى الكويت، ويوضح في حديثه للموقع بوست أنه اصطحب طفله إلى المستشفى لإعطائه الجرعة المقررة، وبعد الانتهاء من تناولها غادر بصحبته إلى المنزل. ويقول في طريق العودة ظهرت عليه مضاعفات لم تظهر له من قبل، وتواصلنا مع الطبيبة وأبلغتنا أن نعطيه العلاج وننقله إلى أقرب مركز صحي، وبعد نقله لم تتحسن حالته بل ازدادت سوءا، وعندما أخبرناها مرة أخرى طلبت منا إحضاره فورا وأبلغتنا أن الجرعة منتهية الصلاحية. ويتابع حديثه بأسى وحسرة، عند وصولنا مستشفى الكويت أدخلوا الطفل العناية المركزة، وبعد 6 ساعات طلبوا منا نقله إلى مستشفى فلسطين، وهناك أدخل العناية المركزة، وبعد 24 ساعة فارق إسماعيل الحياة. وعند وفاته أصدر مستشفى فلسطين تصريح خروج للمريض دون تقرير يبين فيه سبب الوفاة. يقول الخولاني وهو يصف ما جرى وقتها، كنا نرى توافد الأطفال الذين حقنوا بعلاج الميثوتريكست والتي حقن بها إسماعيل، وكل مريض يؤخذ إلى مستشفى مختلف حتى لا يعرف كل والد طفل مصير ونتيجة ما تعرض له الآخرون. فتحي بالأزرق كتب مقال عن تكريم الفنانة الكبيرة أمل كعدل وعن التخلي عنها في فترات سابقة وكيف يهاجم البعض هذا التكريم، وقال في مقال تنشر بلقيس جزءا منه: غنت أمل كعدل للوطن طوال أكثر من 40 سنة كاملة، لم تتحصل من القيادات الجنوبية على درع تكريم واحد، وحينما امتدت يد توكل كرمان لتكرمها غضبوا. العزيز عبد الرحمن الطحطوح قال معبرا عما يحدث: أمل كعدل راحت تركيا واستقبلتها توكل كرمان بحفاوة، والتف الناس حولها وأشعروها بقيمتها كفنانة لها تاريخها، وقدموها على المسرح كأفضل ما يكون، أقدموا لها مكافأة مالية قدرها 20,000 دولار، هذا غير الهدايا العينية. وأصحابنا استضافوها مرة واحدة على مسرح التواهي، أجابوا لها عظيمان تتصور معه، وطلعوا عليها إشاعة الزواج منه، وظلت 6 أشهر تنفي هذه الإشاعة. ليس هؤلاء فقط من يعاني، كوكبة من مناضلي الحراك الجنوبي ومصوريه ورعيله الأول،
وصدت في وجوههم الأبواب. اسألوا أين قيادات الحراك الجنوبي الأوائل نشطاؤه؟ هل رأيتم قط تكريماً واحداً لهم؟ طابور طويل من الناس يعاني. هؤلاء لا رحموا الناس ولا أعطوها حقوقها المستحقة، وفوق ذلك إذا لاقى الجنوبي الذي خدم الوطن 40 سنة أي لفتة كريمة من أحدهم نزلوا عليه تخويناً وشيطنة وإساءة، ولسان حالهم يقول خليك بجوعك ومرضك وعبوديتك. لذلك أقول للناس قفوا ضد محاولات الترهيب والتخويف والتخوين، ارفعوا أصواتكم وارفضوا هذا التخوين لكل من لاقى تكريماً أو امتدت يد إحسان الله. مبعوث الأمم المتحدة يتهم الحوثيين بإفشال الهدنة ويحذر من مخاطر عودة الصراع على دول المنطقة، عنوان بارز في صحيفة القدس العربي. جاء في تفاصيله أنه على الرغم من إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن انهيار الهدنة، إلا أنه ذكر أن التدابير ما زالت تسير على الأرض منذ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر وفق بنودها. وقال المبعوث إن الجهود المبذولة منذ بدايات شهر يوليو المنصرم لا تسعى فقط لتمديد الهدنة، ولكن أيضا لتوسيع عناصرها والبناء عليها. ففي 18 سبتمبر قدمت مقترحا للأطراف لتمديد الهدنة لمدة 6 أشهر وتوسيع عناصرها، وفي الأسابيع التي سبقت 2 أكتوبر كثفت مناقشاتي معهم، حيث قمت بعدة جولات تفاوض في عدن وصنعاء والرياض ومسقط، وشاركت معهم بعد ذلك مقترحا منقحا، وذكر أن عناصر المقترح الأممي الذي قدمه لأطراف الصراع في اليمن تتمحور حول استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وأكد أنه من أجل إحراز التقدم نحو حل النزاع يتضمن المقترح أيضا إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، والأهم من ذلك استئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية. هروب الفكر الخائف، تحت هذا العنوان كتب وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا: ما هرب كان أعظم، كم من مفكر صمت وسكت، بل هرب إلى حفرة عقله وانزوى فيها هربا من بطش رجال الكنيسة في القرون الوسطى. مئات بل آلاف، لا من رآهم أو سمعهم أو سمع بهم عندما حكمت الكنيسة الكاثوليكية على الفيلسوف العالم جوردانو برونو بالحرق حياً، ماذا كانت تهمته؟ كانت إعلانه أن الأرض دائرية وتدور حول الشمس، فكرة علمية لا تضر أحداً من رجال الكهنوت ولا تلحق ألماً برجل أو امرأة. كل ما في الأمر إنما ذهب إليه برونو أنه فكر واجتهد خارج حفرة التاريخ والقداسة. الذين يتسلحون بقنابل الظلام يضعون حجارة في درب العقل الإنساني لتتفجر تكفيراً وتخويناً، لا تقتل العلماء والمفكرين بل تقتل الزمن، وتشد البشر إلى قاع التخلف والظلام الذي يضع الفقر والمرض في الرؤوس والنفوس والأجسام. في منطقتنا لا يزال الفكر الخائف يعيش بين ظهرانينا، فإما أن يصمت أو يهرب أو يستسلم. عندما انطلقت أصوات العقل في القرن 19 في المنطقة وتحديداً في مصر، تداعت إليها سهام التخويف وإن كانت بالكلام والحروف، لكن المواجهة اتخذت مساراً آخر في القرن 20 للهروب الفكري أكثر من طريقة، وهي الصمت والتراجع عما كتب أو الهروب إلى خارج الوطن. اليوم لا تزال المعركة بين الظلام والنور مستمرة، لكن بسلاح آخر. كانت المطبعة يوماً هي المدفع الذي دك حصون التخلف المظلم، اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عبر السلاح الجديد وهو تقنية الإنترنت التي فتحت أبواب النور للشباب. ما لم يدرك السابحون في مستنقعات الظلام أن العصور الوسطى تحتضر في منطقتنا وتلفظ بقايا أنفاسها، وأن الفكر النير لم يعد يخاف ويهرب بل يخوض المعركة بسلاح لا يقدرون على مواجهته، لأنه يتخندق في داخل بيوتهم وبيد أبنائهم. الآن يبدأ هروب جثث العصور الميتة. الميليشيات منحت متحف محافظة إب لأحد قادتها ونهبت مبنى اتحاد الأدباء، وفق تقرير نشر في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان
زينبيات الحوثي يقتحمن ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في إب. وفي تفاصيل التقرير أن الجناح النسائي في استخبارات الميليشيات الحوثية المعروف باسم الزينبيات اقتحم ثاني مقر لاتحاد نساء اليمن في محافظة إب وتم تحويله إلى سكن خاص بهذه العناصر. حدث ذلك بعد طرد العشرات من النساء اللواتي كنا يشاركنا في برنامج تدريبي عن المهارات الحرفية للأسر الأشد فقرا، وذلك بعد نحو عام على اقتحام مقر آخر للاتحاد. يأتي الاقتحام فيما يبقى مبنى متحف المحافظة بعهدة أحد قادة الميليشيات، إذ منح له مقرا للإقامة ونقلت القطع الأثرية إلى مخزن وزارة الثقافة، كما سمح لعناصر أو سمح لعناصر باقتحام مبنى فرع اتحاد الأدباء والكتاب في المحافظة. وذكرت مصادر محلية في المحافظة لموقع الشرق الأوسط أن عناصر نسائية مسلحة اقتحمت المقر وحولته إلى سكن خاص بقيادة حوثية بعد طرد 63 متدربة من داخله. وبينما التزمت السلطة المحلية في المحافظة الصمت تجاه هذه الواقعة، وجهت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حياة الكينعي شكوى إلى المحافظ الخاضع للحوثيين عن واقعة اقتحام القيادية في الميليشيا سعاد الشامي مقر الاتحاد. حازم صاغية يكتب عن الذين لا يرغبون بالتخلي عن أفكارهم القديمة ويظلون متمسكين بها رغم ما يحدث حولهم من تغيير، ويقول في الشرق الأوسط: هناك من يصعب عليهم التخلص من ثيابهم القديمة حين يصيبها العتق والرثاثة ولا تعود صالحة لأن تلبس. سبب ذلك رابط عاطفي يربطهم بتلك الثياب وألفة قديمة معها، بحيث يبدو التخلص منها أشبه بانتزاع جزء من ماضي الشخص المعني ومن ذاكرته ورميه في سلة المهملات. المشكلة أن خزانة الثياب والحالة هذه لا تعود تتسع لأي ثوب جديد قد يحتاج إليه صاحبه الذي استولى التلف على ملابسه القديمة. شيء من هذا يصح في علاقة البعض بالأيديولوجيات المتقادمة بل المتهالكة، صعوبة التخلص منها وخصوصاً صعوبة المجاهرة بذلك. هي قد تبلى وقد تموت، لكن أحداً ممن كانوا يقولون بها لا يقدم على إعلان ذلك. الميت يبقى في صحن الدار والرائحة الكريهة تنتشر وتسمم المحيط، لكن الدفن يبقى مرفوضاً. في التاريخ النضالي والراديكالي أمثلة كثيرة، أهمها موت الاشتراكية السوفيتية. وفي التاريخ العربي الحديث أمثلة أخرى، أهمها شعارا الوحدة العربية وتحرير فلسطين. مع هذا قد يحل الصمت حيال تلك الشعارات والتكتم عن نهاياتها، لكن الإقرار والمراجعة الصريحة يظلان مستبعدين جداً. مؤخراً عاش اللبنانيون تجربة شبيهة إلى حد ما، اتفاق ترسيم الحدود. إلى صحيفة الأوبزرفر والتي اخترنا منها تحليلاً ترجمة لصالح البي بي سي بعنوان: شركة بي آي إي سيستمز تراقب الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة. ويبدأ التحليل بالقول: لطالما كانت علاقة بريطانيا محرجة مع المملكة العربية السعودية، لكن هذا التحالف غير المقدس يواجه الآن اختباراً صارماً. فبعد رد فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن الغاضب على قرار أوبيك بلاس بخفض إنتاج النفط، سوف يراقب العاملون في عملاق الصناعة العسكرية البريطانية تداعيات قرار تكتل النفط هذا، فلقد كان الرئيس الأمريكي يأمل في إقناع أكبر منتج للنفط في العالم بزيادة الإنتاج من أجل خفض أسعار النفط. وواصلت الصحيفة القول إن هذا الخلاف بين السعودية والولايات المتحدة يضع صناعة الأسلحة البريطانية في موقف صعب. وحتى مع الانتقادات التي وجهت للشركة لتزويدها الجيش السعودي بالطائرات خلال حملته ضد اليمن، واصلت الشركة تشبثها بسياساتها تجاه السعودية. وبحسب الأوبزرفر تقدم الشركة اليوم الدعم والتدريب على الأنظمة والمعدات لسلاح الجو الملكي السعودي، وتعمل مع البحرية في البلاد. وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن بريطانيا تقترب من اتفاق لبيع ما بين 48 إلى 72 طائرة تايفون للسعوديين
إذا انهارت العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة تماما، فقد يكون هذا هو الدافع للدول الغربية لتقييم موقفها، وقد يتم إعادة النظر في الاستثمارات السعودية المكثفة في بريطانيا. صحيفة الساندي تلغراف التي كتبت فيها جولييت سامويل تقريرا بعنوان ستدفع ألمانيا ثمن علاقتها الغريبة مع الدكتاتوريات، وتقول الكاتبة على الرغم من أن ألمانيا ينظر لها على أنها معقل العالم الحر إلا أنها في علاقة حب مع الدكتاتوريات. لقد شاهدنا جميعا ترددها في الحرب الأوكرانية، إن ألمانيا ما زالت تتودد للنظام المؤذي الموجود في الصين. وبحسب نوا باركين المؤرخة في صندوق مارشال الألماني، فإن شولتز منع زملائه من حزب الخضر من عرقلة استثمار لشركة كوسكو المملوكة للحكومة الصينية في ميناء هامبورغ. وانتقدت الكاتبة تخطيط المستشار الألماني لزيارة الصين مطلع نوفمبر المقبل مع وفد كامل من التنفيذين الألمان، وهم جاهزون لتبييض سمعة النظام الصيني من أجل الاستثمارات. تقول سامويل إن الصين ترفع شين جين يانغ إلى مصافي الآلهة وهو في طريقه لولاية ثالثة. وتختتم الكاتبة بالقول بينما تتبع الصين سياسة صفر كوفيد، فإن شنغهاي تعود للإغلاق من جديد، وهذا هو النظام الذي يرغب رجال الأعمال الألمان في عقد صفقات جديدة معه، لابد أنهم فقدوا عقولهم. من صحيفة الجاردن البريطانية مجموعة من الصور المتنوعة والتي قالت بأنها الأفضل لهذا الأسبوع، نتابع. مجموعة من رسوم الكاريكاتير نشاهدها في آخر جولة من هذا البرنامج. وبهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.